السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة رضوان السودي، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. اليوم اختاريت نتكلم لكم على موضوع الساعة اللي داير ضجة هاد الأيامات في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المنابر الإعلامية، اللي هو موضوع كيهمنا جميع صراحة، هو موضوع البرامج التلفزية والإذاعية للأطفال. هاد الخصاص الكبير اللي عندنا وعلاش كاين خصص كبير في برامج الاطفال، الشيء اللي خلاني نديكلونشا وندير هاد لا فيديو هادي هو داك البرنامج الاخير اللي داروا ايكو، اللي قال بانه راه برنامج ديال الاطفال، وكان واحد البلاغ رسمي بان هاد الاطفال هاد البرنامج هذا دار باش يسقل المواهب ديال الاطفال. ولكن للاسف فاش جينا نشوفوا هذاك المحتوى ديالو لقينا بان كاين واحد المشكل كبير، بان هذاك الشيء اللي تقال ماشي هو هذاك، ورغم ان دفتر التحملات تظاهر ان محطوطه فيه واحد الفلوس كثيره، يعني ان فون صحيح، خصوصا بلاطو كيفاش داير، فرقه موسيقيه محترفه، ديكور، يعني داك الشيء مخسور عليه فلوس، هادشي ما نذكروش، يعني الجانب المظهر يعني مزيان بشكل كبير. ولكن ملي كنجيو نشوفوا المحتوى ديالو، لان الاطفال عاديين، ولكن المنشط لم يكن موفق في التنشيط ديالو، لانه ما كتربطو حتى شي علاقه بالتنشيط ديال عالم الاطفال، لان عالم الاطفال كيبقى واحد العالم فريد وعجيب في نفس الوقت، وكيخصك تكون عندك واحد المهارات وواحد القدرات للتعامل مع الاطفال، يعني خصك عندك واحد التكوين خاص، على الاقل واحد 3 أو 4 أو 5 سنين ديال التكوين في عالم الاطفال، وتكون مريتي من جمعيات ودور الشباب وتكوينات خاصه كيداروا للتعامل مع الاطفال. لكن للاسف جينا نشوفوا لقينا واحد المحتوى اللي ما عنده حتى شي علاقه، كيتناسبش مع السن ديال هذوك الوليدات اللي تمت الاستضافه ديالهم. نوعيه الاسئله اللي طرحات، كتسول وليد كتقول لي واش مصاحب، واش عندك علاقه، واش عندك كذا، واش ملي غادي تكبر، واش غادي تختار امك ولا مرتك، كتسول ما عارفش الاطفال الصغار ما عارفينش هاد لي نوسيون هادو، هاد المصطلحات ما كيعرفوهمش، ما عارفينهمش. بالتالي كان واحد الخلل كبير وخلق سياء كبير. شخصيا انا فاش شفت لا بون دانونس في الاول فرحت، قلت الله الحمد لله، ها هما يا بداو كيفكروا في الوليدات الصغار بان حتى ما عندهم حقهم، وحتى ما خصهم يتفرجوا في برنامج هادف تربوي ويكون مرح في نفس الوقت، يكون فيه التربيه والتعلم والمرح في نفس الوقت، هذه يعني التربيه الصحيحه. فكنكتشفوا بان البرنامج دار كوبي كولي برنامج فرنسي ليكول دي فان، هذاك ليكول دي فان فرنسا مديور ومصوب، لا كونسيبسيون ديالو دار على الهويه والعقليه ديال الفرنسيين بشكل هما الطبيعه ديال المجتمع ديالهم. حنا شدو كوبي كولي في المغرب سامارش جامي، ما عمرو غادي يخدم. علاش؟ لان الخصوصيه ديال المغاربه، العقليه ديالنا، كان بامكانهم يعني ياخذوا البلاطو، ياخذوا الفكره فقط، هي الفكره ديال البرنامج، ولكن تدار بواحد الصيغه مغربيه اللي فيها حتى مغربيه، اللي فيها اللي كتراعي العقل للطفل المغربي، واللي كتراعي كذلك الاباء والوالدين اللي كانوا كيتفرجوا في نفس الوقت مع وليداتهم. كانوا اخطاء كثيره اللي ما عجباتش العديد من الناس، فاعلين جمعويين، ناس والدين، ناس عاديين، مواطنين ما عجبهمش الحال بزاف، اللي خص دار واحد اعاده نظر في هذه المساله هذه. فاستحضرت انايا واحد المنشطه رائعه جدا اللي هي بشرى شرف، وكنظن غادي تشوفوها في هذه الصوره هذه. بشرى شرف اللي كانت كتقدم برنامج 100% انفون في دوزيام، اللي كانت متالقه، واحد المستوى طالع ديال التعلم، ديال المرح، ديال وكبرنا معاها هذيك السيده، وكنا كنتعلموا، وليدات الصغار حتى هما كانوا كيتعلموا بداك المحتوى زوين ونقي وهادف، في المرح وفي التعلم وفي هذاك الكلون وفي داك ويستيتي وفي، يعني هذوك الاسماء كانوا زوينه والناس كانوا كيستانسوا بها. استحضرت كذلك برنامج ديال سباق الحروف اللي كان كيديروا المتالق عمر جبران، اللي كنوجه ليه تحيه رغم انه غبر ما بقيناش عرفنا فين هو. غادي نرجعوا لهذا الموضوع هذا، وغادي نحاولوا ما امكن نشوف واحد الروبورتاج من هذا البرنامج هذا اللي كان ديال اللي كانت كديروا بشرى شرف الرائعه. بشرى كنتمناو لها انها تعود للساحه الفنيه وتعود للبرامج ديال الطفوله ديالها. فبقوا معنا. اذا المعلومه الاولى تقول يبلغ عدد الاميين على مستوى العالم نحو 1 مليون شخص. المعلومة الثانية تقول يوجد معبد النمور في تايلاندا وهو معبد بوذي سابقا. المعلومة الثالثة عندما ينام المرء ينقص طوله بمعدل 1 سنتيمتر تقريبا. المعلومة الرابعة يستطيع الثعبان العيش لمدة 3 أيام بعد قطع رأسه.
المعلومة الخامسة، أصغر راهب سنا في التاريخ يبلغ من العمر 4 سنوات. إذن عبير رادارك. نعاودك المعلومة الأولى، المعلومة الأولى كتقول أن يبلغ عدد الأميين على مستوى العالم نحو 1 مليون شخص. العالم الثاني. المعلومة الثانية تدخل، يوجد معبد النمور في تايلاندا هو معبد بودي سابقا. كانت حقا برامج رائعة رائعة جدا اللي كانت هادفة بدرجة الأولى، وكانوا برامج كبيرة. كان لو مو جوست اللي كان كيدار في دوزيام في 1996 اللي كان فيه برنامج ثقافي 100%. كان كذلك سباق الحروف اللي تكلمتيني قبيله ديال عمر جبران اللي كان فيه كيجيو فيه غير يعني ناس مثقفين، وكنا كنتثقفوا حتى حنايا، وكنا كنستمتعوا وكنفهموا، وكانوا كيطرحوا اسئله في ثقافه عامه، اسئله تاريخيه، اسئله رياضيه، وكنا كنستافدوا. كنا حتى حنا كنمشيو كنقلبوا، رغم ان حنا غير كنتفرجوا، كنا كنمشيو كنقلبوا على الاجوبه، وكنا وكانت الاستفاده. فالسؤال المطروح، لماذا تم تغييب هذا النوع ديال البرامج الثقافيه والتثقيفيه في المغرب؟ انا ما عرفتش علاش، يعني كنتمنى شي واحد يسولنا. واش غياب المثقفين، ولكن لا اظن المثقفين عطاهم الله، منشطين في مستوى عالي، مثقفين عندهم واحد الباجاج، واحد الباك جراوند مهم بزاف، تما راه ما كنظنش انهم ما باغينش راهم كاينين. ولكن لماذا يتم تغييب هاد الناس هادو؟ لماذا يتم تغييب واحد في هاد البرامج التثقيفيه لا على الصعيد التلفزه ولا الصعيد الاذاعه؟ يعني هاد الشيء كامل اللي شفنا، برامج رائعه اللي ساهمت في واحد في تاطير واحد الجيل، وانا منهم يعني، والجيل ديالي تأثرنا في نفس الوقت، واستفدنا وتعلمنا، وكنتمناو يرجعوا هاد البرامج هادو، كنتمناو يتداروا برامج كثيرة. ولما لا فتح قنوات وحدين اخرين، يعني قناة خاصة بالأطفال، ولو تكون كتخدم غير السبت والحد مثلا، ولا تخدم غير نهار في السيمانة، وداروا فيها برامج وتم استضافة ديال الأطفال، ويداروا برامج حوارية ديال الأطفال، ونشوفوا دوك الأطفال شنو ممكن يقترحوا كقوة اقتراحية في المغرب، شنو باغين، شنو هما المسائل اللي كتضرهم، شنو ماشي نبقى نسول فيه واش عندك صاحبتك، واش كتحب، واش عندك علاقة، هادشي ما عنده الدراري الصغار ما كيفهموش ليه دابا، تيكبروا ديك الساعات شغلهم هذا. حنا كنتكلموا الآن، يعني كنطالبوا من هذا المنبر هذا باش تأسس، يعني يكون يعني اكثر من البرامج ديال الاطفال تكون هادفه في الاذاعه، في لي راديو وفي التلفزه كذلك. ولما لا شي ملياردير تكون ناقصه عنده واحد شيطاني، واحد 5 ولا 6 مليار ما عنده ما يدير بها، يفتح لينا بها واحد القناه ديال الاطفال، وغتكون مربحه. علاش؟ غنكونوا غادي نربحوا، غنساهموا في تأطير وتوجيه واحد الجيل. راه ما بغيناش نضيعوا جيل اخر، راه اجيال، ولكن هذا الجيل هذا مساكن ما بغيناهمش يضيعوا. الا كنا كنقلبوا على مغرب ممكن، ومغرب متقدم، ومغرب قوي اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، راه خصنا نفكروا في هاد الوليدات هادو، ونعطيوهم واحد المنتوج اللي يكون نقي، اللي كيتناسب مع السن ديالهم، واللي كيراعي الخصوصيه والهويه المغربيه ديالنا. من هذا المنبر كنطالب اعاده النظر في هذاك البرنامج ديال ايكو، وكنطلب من ايكو كذلك انه يبعد من التنشيط ديال هاد البرامج ديال الاطفال، خليك في لا كوميدي اللي كدير، وبعد على التنشيط ديال البرامج خصوصا ديال الاطفال. بون، خصوصا ديال الاطفال بعد منها، لانها ما لا تليق بك، وما عندكش حتى يعني البيداغوجيه، ما عندكش حتى حاجه اللي ممكن انك ديرها. هذا رايي ويعني، وكنتحمل في المسؤوليه، انا لا اهاجم، احترمه ككوميدي، فمن الاحسن يخليه في الكوميديا ويبعد من التنشيط ديال البرامج ديال الاطفال، لانها صعيبه بزاف، وكتبغي ناس متخصصين اللي عندهم واحد التكوين، عندهم واحد الثقافه، واللي كيراعيوا الخصوصيه ديال المغاربه. فكان هذا كل شيء حول هذا الموضوع هذا. كنشكركم على حسن المتابعه، نتلاقاو في فيديو جديد. تبارك الله عليكم، السلام عليكم.